اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، ونستعرض فيها اهم ما جاء في الصحف المحليه والعربيه والدوليه، نتابعها بعد الفاصل. يتناول الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقاله بالصحيفه تعيين تريسي آن جاكوبسون سفيرة جديدة للولايات المتحدة في العراق بمهمة خاصة وبصلاحيات استثنائية. ووصف السعدون في صحيفة عربي الجديد الوضع السياسي في العراق بأنه متدهور ومليء بالتجاذبات. ويبرز المقال ردود الفعل المتباينة على تعيين جاكوبسون، حيث يرى الفريق الموالي لإيران في تعيينها تكريسا للوجود الأمريكي في العراق، بينما يعبر الفريق المناهض للهيمنة الإيرانية عن ارتياحه لهذه التوجهات. ويوضح السعدون أن حكومة السودان تجاهلت إلى حد كبير خطط جاكوبسون، ما يعكس مدى الانحدار في الوضع السياسي العراقي. وشدد الكاتب على أن الوضع في العراق يشهد انقساما بين فريقين يدعمان قوى محتلة ومهيمنة، مشيرا إلى أن هذا الوضع لن يدوم طويلا، وأن جاكوبسون ستتمكن من دخول المكاتب والبيوت دون استئذان تماما كما فعلت سابقتها. المفارقة أن خطبة جاكوبسون هذه أحدثت تجاذبا بين فريقي اللعبة السياسية الماثلة. رأى الفريق الموالي لإيران فيها تكريسا للوجود الأمريكي والإصرار على البقاء، وهددت الميليشيات بالتصدي لهذا التوجه، ولن تكون صفعاتنا القادمة إلا على الأنوف، وسيرى الأمريكيون لمن القول الفصل. ولم توفر الميليشيات رئيس حكومة محمد الشياع السوداني من هجومها، إذ اتهمته بالتخبط والانجرار وراء المطامع والانتهاكات الأمريكية والتغافل عن حماية سيادة العراق واستقلاله، كما دعت إلى عدم قبول السفيرة الأمريكية الجديدة واعتبارها شخصية غير مرغوب فيها. وعبر الفريق الآخر المناهض للهيمنة الإيرانية عن ارتياحه للتوجهات التي أفصحت عنها جاكوبسون، واعتبرها تحولاً مثيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق والمنطقة. وأجاز بعض هؤلاء لأنفسهم أن يبشروا العراقيين بأن التغيير قادم، وبأن رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وليس عليهم سوى أن ينصبوا خيامهم على شاطئ دجلة، وستأتي المياه بجثث خصومهم عندما تصل السفيرة الأمريكية الجديدة تريسي آن جاكوبسون إلى بغداد. ستمد أمامها السجادة الحمراء وستدخل المكاتب والبيوت من دون استئذان. يناقش الكاتب كرم النعمة في مقاله على موقع الرافدين وعد السفيرة الأمريكية الجديدة تريسي آن جاكوبسون بالقضاء على ميليشيات إيران داخل العراق، ويشير النعمة إلى أن هذا الوعد يعكس مأزقا أخلاقيا للولايات المتحدة التي لم تنجح في بناء عراق ديمقراطي أو نظام سياسي سليم. ويبرز المقال الاعتراف المتأخر للولايات المتحدة بأن العراق بات أشبه بولاية إيرانية، حيث يظهر تأثير إيران في العراق من خلال دعم الميليشيات المسلحة والإنفاق عليها. ويشير النعمة إلى أن العراق كان البلد المثالي لإيران لتوزيع ميليشياتها، ما أدى إلى تآكل صورة الولايات المتحدة وتفكك المنطقة. ويتساءل الكاتب عن قدرة جاكوبسون على تحمل تكلفة الأخطاء والجرائم السياسية الأمريكية والإيرانية في العراق، ويشدد على أن النفوذ الإيراني في العراق كان باهظ التكلفة على التنمية والاستقرار. الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مأزق أخلاقي، فهي لم تنجح في بناء عراق ديمقراطي كما تذرعت، ولم تنجح في بناء نظام سياسي سليم، ولم تنجح في بناء عملية سياسية يشترك فيها جميع العراقيين، وانتهى الأمر إلى أن وصلنا إلى العراق الإيراني الذي تتعهد جاكوبسون اليوم بالوقوف بوجهه. مع ذلك قائمة ازدراء الحقائق وإرغام الجمهور على رؤية الأسود أبيض أطول من أسماء بوش ورامسفيلد ورايس، ويضاف لها اليوم السفيرة جاكوبسون.
فقد اعترفت مرشحة الرئيس بايدن في كلمتها الافتتاحية أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية على أن إيران لا تزال ممثلاً خبيثاً ولها تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة. وقالت جاكوبسن: نحن ندرك أن التهديد الرئيس لاستقرار وسيادة العراق هي الميليشيات المتحالفة مع إيران، وتعهدت إذا تمت الموافقة على اختيارها بهذا المنصب ستستخدم كل الأدوات السياسية لمواجهة هذه الجماعات الخبيثة ووقف نفوذ إيران في العراق. هذا التعهد يبعث على الإثارة السياسية، وثمة من يترقبه بين العراقيين، لكن مهلا من الذي سيصدقه؟ فالعراق كان البلد المثالي لإيران لتوزيع ميليشياتها وتحقيق أهدافها، الأمر الذي أدى إلى تآكل صورة الولايات المتحدة وتفكك المنطقة. تناول الكاتب علي حسين في عموده الثامن بموقع المدى تغريدات النائبة عالية صيف التي تشيد بفترة حكم نهر المالكي وتصفها بأنها الأكثر نزاهة. ويشير حسين إلى أن هذه التصريحات تتجاهل الفساد والنهب الذي جرى خلال تلك الفترة، وينتقد الخطابات السياسية التي تستعرض المنجزات الوهمية، بينما يعاني العراق من أزمات حقيقية مثل الفساد وغياب الخدمات الأساسية. وسخر الكاتب من تصريحات المالكي التي تبرر الأزمات بأنها ناجمة عن نقص في الحنكة السياسية وليس بسبب الفساد أو سوء الإدارة. وشدد حسين على أن المواطنين العراقيين يتعرضون للكذب والنفاق بشكل يومي، وطالب بمعرفة مصير الأموال التي أنفقت على مشاريع وهمية، ومتسائلة عن المسؤول عن تدهور الخدمات وضياع الثروات. واختتم مقاله بالقول: إن العراقيين يستحقون الأفضل، ويجب عليهم المطالبة بالمحاسبة والشفافية من قادتهم. في كل يوم يتجه ساستنا بقوة إلى الاستعراضات الخطابية فيما الفساد ينخر جسد مؤسسات الدولة، فتجد من يحدثنا أن الحكم ليس بناء مستشفى أو افتتاح طرق حديثة، وإنما الحكم حنكة سياسية. كانت هذه آخر تصريحات السيد نور المالكي، الذي أخبرنا مشكوراً أن إنشاء مجسرات لا يكفي لأن يجلس المسؤول على كرسي رئاسة الوزراء. وكأي محلل سياسي يتساءل السيد المالكي عن الأسباب التي أدت إلى الأزمات السياسية. بعد سماع حديث السيد المالكي أيقنت أن العراقيين نساء ورجالا يستحقون الجنة لسبب أساسي، لأنهم يتعرضون للكذب والنفاق والخديعة كل يوم وعلى مدى سنوات طويلة، ولم ينقرضوا ولم يصبهم الجنون أو الاكتئاب. كم هي بسيطة هموم العراقيين أن يعرفوا مثلاً أين ذهبت $100 مليار على إصلاح منظومة الكهرباء، ومن المسؤول على غياب الخدمات، وأين ذهبت أموال النفط منذ عام 2005 وحتى لحظة كتابة هذه السطور. للأسف يعاني السيد المالكي من مشكلة عميقة مع العراقيين، فهم رغم ما يبدون من إخلاص ورغبة في متابعة حواراته التلفزيونية، لا يبدو أنهم يستطيعون حل ألغاز ما يقوله، أو أنهم لا يريدون أن يفهموا أن حكومة السيد المالكي الأولى والثانية غير مسؤولة عن ضياع عشرات المليارات من الدولارات على خطب وبيانات. ناقش الكاتب ساري عرابي في مقاله على موقع عربي 21 الوضع الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي في ظل المواجهة مع حزب الله في شمال فلسطين المحتلة. يوضح عرابي أن هناك اتجاهين داخل الكيان الإسرائيلي لمعالجة التحدي القائم. الأول يدعو إلى عقد صفقة مع حركة حماس لإنهاء الحرب في غزة وإعادة النازحين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم في الشمال، بينما يدعو الثاني إلى توجيه ضربة أكبر لحزب الله، وإن كان يصعب ضمان ما قد تدفع نحوه من تدحرج.
ويشير الكاتب إلى أن الخيار الأول يسعى لتقليل الخسائر واستعادة التوازن، بينما ينطوي الخيار الثاني على مغامرة كبيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة. وأوضح عرابي أن الولايات المتحدة لا تفضل اتساع المواجهات الإقليمية، لكنها لن تتخلى عن دعم إسرائيل. واختتم مقاله بالإشارة إلى أن إسرائيل قد تسعى لترتيب تفاهمات منفصلة بخصوص الشمال لا يشمل قطاع غزة، أو استثمار المواجهة في الشمال لصفقة أوسع تشمل غزة. يبقى توجه المراوحة في المكان، أي الاحتفاظ بالوتيرة القائمة في الشمال، مع الانتقال لما يسميه الاحتلال المرحلة جيم في غزة، وهي مرحلة ينتقل فيها الاحتلال إلى إنهاء الحملة البرية مع تركيز القصف على أهداف حيوية في القطاع، بحيث يخلص نفسه من الاستنزاف وينتقل هو لاستنزاف حماس بالاغتيال المتنامي لكوادرها، بما من شأن أن يوسع من مساحة الفراغ التي يمكن ملؤها حينئذ بإدارة محلية تقبل أن تكون موالية للاحتلال. والتوجه الثاني يدعو لتوجيه ضربة أكبر للحزب، ليس بالضرورة أن تكون حربا شاملة، وإن كان يصعب ضمان ما قد تدفع نحوه من تدحرج. بعض أصحاب التوجه الأول يجعلون هذا خيارا ثانيا في حال لم تأخذ حكومة نتنياهو قرارا جريئا بتسوية الموقف من خلال الصفقة. يستند التفكير في هذا الخيار إلى الرغبة في الخروج من حالة الجمود والمراوحة في المكان وإلحاح الموقف الشمالي ودعم أكثرية من مستوطني الشمال لتوسيع المواجهة مع حزب الله. وبالنسبة للجيش فليس وضعا مفضلا له الاستمرار في حرب مفتوحة لا تهتدي بأهداف واضحة وتجعله متهما بعدم القدرة في الحسم أو التردد في المواجهة، فيحيل أمر اتخاذ قرار توسيع المواجهة في الشمال إلى حكومة نتنياهو. ناقش تقرير نشر على موقع تسارغراد الروسي الضغوط التي تمارسها روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية في 4 مناطق حول العالم، مشيرا إلى التعاون المتزايد بين موسكو وكوريا الشمالية. ويبرز التقرير توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية يشمل التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون يعقد الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تشعر واشنطن بالقلق أزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ. وأشار التقرير أيضاً إلى أن روسيا تمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة في مناطق أخرى مثل كوبا وفيتنام وميانمار، مؤكدة أن الصراع بين موسكو والغرب يمتد الآن إلى ما وراء حدود أوكرانيا. واختتم التقرير بالقول إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على الترويج لفكرة التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في مجالات عدة، منها إمدادات الأسلحة، ما يزيد من تعقيد الوضع العالمي. أشار المراقب الاقتصادي يوري برونكو إلى وصول السفن الروسية إلى ميناء كامران الشهير والذي كان قاعدة عسكرية. وحسب برونكو تمارس روسيا اليوم ضغوطاً على الولايات المتحدة في 4 أماكن على الأقل في العالم بطريقة غير متكافئة. على هذا النحو بات الصراع بين موسكو والغرب في الوقت الحالي يمتد إلى ما وراء حدود أوكرانيا. لفت كوستانتين أسمولوف الباحث الرائد في مركز الدراسات الكورية في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لفت الانتباه إلى مقال فلاديمير بوتين في صحيفة نودونغ سينمون الكورية الشمالية قائلا: هناك عدة نقاط مهمة لاحظتها هناك. أصبحت رحلة الرئيس إلى كوريا الشمالية عنصرا في إنشاء نظام عالمي جديد قائم على العدالة، عكس النموذج القائم على القواعد الذي تفرضه الولايات المتحدة. بدأت موسكو وبيونغ يانغ بناء علاقات مستقلة، وفي الوقت نفسه تم تجنب موضوع العقوبات بعناية، ولم يصرح علنا أن موسكو ستتجاهل من الآن فصاعدا عقوبات مجلس الأمن الدولي.
نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. لا يبدو أن السودان يشهد أي انفراجة إنسانية، بل تزداد الأوضاع مأساوية يوما بعد يوم، وتكاد المنظمات الإنسانية تتسابق فيما بينها للإعلان عن المزيد من الكوارث. مؤخرا أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو أن السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، ونشر حساب المنظمة على موقع إكس نقلة عن كريستو قوله: إن السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، إلا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق. كما أعلن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان جاستن برادي أن الصور التي ترد من بعض المناطق في السودان تذكر بالأسوأ في أي مجاعة شهدوها في أي مكان، منبها إلى وجود مجموعة كاملة من المخاوف هناك بما فيها النزوح وخطر المجاعة والحماية وسوء التغذية الحاد بين الأطفال. ويشهد السودان منذ 15 من أبريل نيسان من العام الماضي حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد كشفت أن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص، وتستمر المنظمات في التحذير من الأسوأ. نتمنى أن تكون حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.